ورجعنا لكم تاني. ده طبعا كان تقرير من أكاديمية نجوم مصر بقيادة الكابتن مجدي الرشوان في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة. عامل شغل طيب جدا وأفرز بعض اللاعبين الجيدين المميزين بأندية الدوري الممتاز هذا الموسم والمواسم السابقة. طبعا الكابتن مجدي الرشوان مدرب نادي التعاون كان من المدربين الجيدين في الخليج وفي القاهرة من الشخصيات الجميلة. كابتن مجدي الرشوان انضم إلي في الاستوديو في الفقرة الثانية الكابتن عبد العظيم أحمد أو الشهرة عظيمة المدير الفني للفريق الأول بنادي شباب الضبع. أهلا وسهلا كابتن عبد العظيم. أخبارك؟ منورنا كابتن. الحمد لله. وطبعا معايا الكابتن ياسر عبد الفتاح طبعا أخصائي علاج طبيعي أو إصابات ملاعب بنادي شباب الضبع. أهلا وسهلا كابتن ياسر. أخبارك؟ منورنا حبيبي. تسلم لي. الله يخليك يا رب. طبعا عايز اتكلم عن نادي شباب الضبع وطفره جيده طبعا في ظل تواجد جهاز فني على اعلى مستوى. طبعا بينحطوا في الصحراء زي ما بيقولوا بدون اي امكانيات. مش عايز اقول الامكانيات قليله او الموارد مفيش، ولكن بدون اي امكانيات. طبعا في ترتيب جيد في المركز الثاني برصيد 24 نقطه خلف نادي المصري السلوم. عندهم مباراه بكره في غايه الاهميه ان شاء الله باذن الله مع نادي شباب الحمام. كابتن عظيمه طبعا قبل ما نتكلم عايز اتكلم عن قله الموارد وعدم وجود امكانيات وفي ترتيب جيد. تمام، يعني انت بكره تكسب تنط فوق، يعني تركب المجموعه زي ما بيقولوا او تتساوى مع المصري في النقاط برصيد 27 نقطه. ولكن عايز اتكلم يعني اللاعبين في رضا والله وفي تعاون وفي حب. اصل في رضا وفي تعاون وفي حب بدون كده هلعب وهكسب عشان خاطر المدير الفني. هي دي اهم ميزه عندنا مع اللعيبه. تمام، بس الامكانيات برضو مقصره لان عندي لعيبه متجوزه وعندي لعيبه لسه بتبني مستقبلها. تمام، فالموضوع ده بيأثر مع اللعيبه. تمام، وبعدين الحفز المادي ده اكيد مهم جدا جدا. الامكانيات بقى عندنا الموضوع صعب قوي يعني. بنواجه امكانيات صعبه في الملاعب. انتوا ملعبكم تقريبا ملعب المدينه الشبابيه بالاسكندريه؟ لا، استاد الجامعه. استاد الجامعه. تمام، بس احنا بنتكلم على ملاعب التدريب. كملاعب تدريب صعوبه في دفع الايجارات، بس برضو عايز اقول يعني انت محقق نتائج كويسه يا كابتن. والله كتر خير اللعيبه والجهاز اللي معايا بصراحه. تمام، هو النادي بيحاول على قد ما. طب انت المرتبات بتحصلوا على المرتبات في موعدها ولا حتى الجهاز الفني ما فيش؟ ولا جهاز ولا لعيبه. باي لايك. يعني كتر خير اللعيبه بجد، يعني دول اهم عنصر في نجاح. ما احنا قلنا الحب الفرق والتعاون والرضا. طبعا عايز انجح المنظومه وعايز اصبر على النادي بحيث لو صعد برضه هم اولويات النادي. طبعا طبعا هم يعني اصحاب الانجاز اللي هم عاملينه لغايه دلوقتي. لا والله يعتبر انجاز في حد ذاته، حتى يعني لم يحالفهم التوفيق في الصعود، ولكن ده يعتبر قمه الانجاز. الحمد لله، ترتيب كويس. ولكن بقى اذا ربنا كرمهم دي حاجه ثانيه كده ان شاء الله باذن الله نعمل لكم حفله هنا على الهواء بامر الله. كابتن ياسر عبد الفتاح، طبعا بما انك اصابات ملاعب يعني ظهور اكثر من حاله بلع لسان، كان اخرها الاسبوع قبل الماضي عبد الرحمن عاطف لاعب نادي القنايات بمحافظه الشرقيه، طبعا توفى في الحال. فاحنا عايزين نعرفه طبعا اسباب الوفاه، وهل الراجل اللي هو اخصائي علاج طبيعي او اخصائي اصابات ملاعب لازم يكون ملم بكل صغيره وكبيره ولا بيقف على الخط ما هو الا سد خانه؟ فانا عايز اعرف النقطه دي منك بقى. حضرتك النقطه دي مهمه جدا لان كانت فتره من الاوقات كانت ظاهره وللاسف ما زلنا بنعاني منها، لان مفيش امكانيات في الملاعب ان هي تقول ان هي تسعف الحالات الاصابات اللي بتحصل. قال لك عايزين عربيه اسعاف. حضرتك عربيه اسعاف تبقى مجهزه. تمام، طيب النهارده حضرتك عربيه الاسعاف دي بتبقى مكلفه جدا على بعض الانديه. تمام، ومفيش امكانيات ان هي تقدر توفر، فبيعتمد على ان مثلا الفرق بيبقى معاها دكتور او اخصائي يقدر يلم بالحاجات دي. تمام، وفي فرق ما بيبقاش معاها. فطبعا دي بتبقى كارثه لو مش موجود حد ملم بالاصابات دي. يعني دي تاني حاله في اقل من شهر برضو كان في لاعب في منطقه اسكندريه في دوري الناشئين. أيوة، برضو كان بلع لسان تقريبا. ايوه، ما هو حضرتك دي لو حصلت وما فيش حد يقدر يسعف في الحاله دي في وقتي بيحصل حاله وفاه في اللحظه وقتها. فدي بتبقى حاجه صعبه جدا، والمفروض ان الراجل المسعف او الراجل الاخصائي او الدكتور
المفروض والله الاتحاد المصري، الاتحاد المصري لكره القدم مسؤول عن الكلام ده، يصقل من مثلا دورات تدريبيه، دورات مثلا للاصابات مثلا. المفروض ان يبقى الراجل الاخصائي بيتعمل له دورات تثقيفيه وتثقيل والكلام ده، وبيبقى هو حاصل كمان على دورات المفروض بيبقى النادي معتمد يبقى ملم بيها، ملم بيها بحيث ان اي اصابه تقابله يعرف يتعامل معاها. لكن النهارده احنا بنلاقي فرق كتيره جدا معهاش لا دكتور ولا اخصائي ولا عربيه اسعاف موجوده، ودي بتبقى بتحصل كوارث في الملاعب، واحنا بنشوف بعينينا وبنسمع يعني. تمام كابتن العظيم، ايه رايك برضو في بيقولوا كابتن ياسر برضو من حته لازم يكون في اسعافات حاصلين على دورات معتمده تثقيفيه او ثقل في هذه الاسعافات؟ يعني الاتحاد المصري هو المسؤول، هو المسؤول رقم واحد في كل حاجه، هو المنظور. يعني الطبيعي ان ما فيش جهاز يعتمد من الاتحاد غير لما يبقى في دكتور او ابسط حاجه خالص اخصائي اصابات ملاعب، حصل على كورسات من اتحاد الكوره عشان يعتمد. تمام. لكن اللي بيحصل في الملعب انا اسف، المفروض ده المفروض ده ليه اهميه قصوى، حياه يكون بنقاتم. حياه بني ادم. فانا بتكلم ان قبل الجهاز الفني ده مين اللي عندك المسؤول عن اصابات الملاعب، اعتمده او ما اعتمدهوش، او قفلك السيستم قبل ما تجيب لي واحد مؤهل، يبقى انا ماسكك اللي انا موقف لك السيستم قيد لاعبين تمام، الا ما تجيب لي واحد ملم واحد فاهم، لان يبقى معتمد من عنده، ومعتمد من عنده لان يبقى هو المسؤول بالزبط. الاول والاخير. كابتن عظيمه برضو عايزين نتكلم عن النادي شباب الضبعه، يعني وصل للمرحله دي ازاي؟ والله زي ما حضرتك قلت كده، بالحب ما بين اولا الجهاز الفني والاداري والطبي تمام، واللعيبه ما بينهم وما بين بعض، وما بيننا احنا وما بين اللعيبه تمام، حتى الاداره برضو موجودين معانا بس هم فيش في ايدهم اي حاجه. المحافظ ما طلعش اي دعم. اتحاد الكره طلع 30,000 جنيه طول السنه بس كده. طب هيعملوا ايه دول؟ ما يكفوش مباراه واحده. لا دول مرتبات اللعيبه في الشهر. شكرا وشكرا على كده خلاص. ولكن احنا في نموذج حي قدامنا، نموذج يعني يحتذى به طبعا، بدون امكانيات، والفريق في مرتبه جيده في الدوري او في ترتيب جدول الدوري. طبعا الكابتن عظيمه عامل شغل كويس صراحه، احنا بنحييك والله كابتن عظيمه بالامانه، يعني بجد على هذا المجهود الرائع بدون امكانيات. هو معايا الجهاز الفني ده اللي يا ريت نذكرهم برضه عشان ياخدوا حقهم، دكتور عبد الله السعيد مدير الكوره تمام، كابتن محمد صبري وكابتن احمد نادر، مدربين ممتازين ومميزين حيلي. يعني حاجه كويسه، حاجه مفرحه. كابتن نصر الدين محمود تمام، والكابتن محمد غزاله، والكابتن والكابتن اسماعيل احمد، ربنا يوفقهم كده يا رب. دكتور ياسر عايز اتكلم برضو عن الاصابات، هل في اصابات في الفريق؟ والله انا عندي اصابتين المفروض هم دولت مؤثرين جدا، عشان انت جاي في توقيت قاتل يعني. هم محتاجين يعملوا عمليات بس طبعا الامكانيات، قله الامكانيات معطله العمليات، وتم استبعادهم طبعا. طبعا اكيد اكيد، بس طبعا يعني هم عنصرين مؤثرين جدا في الفرقه، وكانوا من الاساسيين، من القوام الاساسي للفريق. لكن طبعا الاصابات خلتهم يبعدوا الفتره دي عن الفريق، ولكن في البديل الجاهز يعني بصراحه، يعني مش عشان الكابتن عظيمه موجود، لكن بصراحه عامل فتره اعداد وعامل شغل كويس مع الولاد، هو ده اللي حامي الفرقه لحد دلوقتي من الاصابات. يعني احنا لما نيجي نشوف مثلا الاصابات بالنسبه لامكانيات النادي، ما اعتبر ما عنديش اصابات تمام. ده نتيجه ان التدريب على مستوى عالي جدا حامي الولاد من الاصابات، دي حاجه كويسه برضه. طبعا تتحسب للجهاز طبعا، وتتحسب للفرقه ان احنا الحمد لله ماشيين نعتبر اول. ورغم كده الاصابات عندي تكاد تكون يعني صفر تمام. معانا الكابتن رمضان ناجي طبعا، رئيس مجلس اداره نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا كابتن رمضان. احمد الكرام، معايا الكابتن عظيمه طبعا مدير فني الفريق الاول بنادي شباب الضبعه. اهلا وسهلا وناس محترمين وربنا يوفقهم ان شاء الله. والكابتن ياسر فتاح طبعا، اصابات الملاعب الشخصيات المحترمه واحنا بنعزوهم وربنا يكرمهم ويسلم لي عليهم. طبعا كابتن رمضان، انتم متصدرين المجموعه حتى الان برصيد 27 نقطه. في باي تقريبا الاسبوع ده للنادي المصري. وعندنا باي بكره الاربع المفروض نلعبه، بس عندنا باي، عندنا ماتش امام فرقه الهلال هيبقى السبت الجاي ان شاء الله. السبت القادم الهلال. الحريه ولا الهلال؟ الحريه طبعا. الحريه تمام. طيب في طبعا الفريق مركز و
والله يا كابتن ان شاء الله باذن الله احنا قافلين الفتره اللي فاتت دي على الفرقه كويس. تمام. واللعيبه يعني ابتداء من الدور الثاني للامانه مركزين كويس، وزي ما انت عارف يعني الدور بتاعنا السنه دي دوري يعتبر صعب شويه من ضغط المباريات. فكر الكابتن واضح معاه في البرنامج يعني كل ماتش مباراتين صعبه للعيبه الاجهاد، ده حتى بالفريق الممتاز بيشتكوا يا بال الدرجه الثالثه. تمام. ما فيهاش امكانيات بنعانوا منها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم كل المجتهد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس مجلس اداره نادي المصري السلوم. كابتن عظيمه، في قبل ما اختم معاك حابب توجه شكر خاص لمين؟ رقم واحد للجهاز اللي معايا واللعيبه طبعا. تمام. والناس القريبين مني، والدي ووالدتي ومراتي وبنتي. تمام كابتن عظيمه. كابتن ياسر حابب تشكر مين؟ طبعا انا احب اوجه الشكر طبعا للجهاز الفني، شكر خاص لان هم يعني بيساعدوني في شغلي يعني. تمام. لان نتيجه زي ما قلت لحضرتك كده الشغل الجيد بيحمي اللعيبه من الاصابات، فده طبعا شكر خاص لهم. طبعا شكر بقى طبعا لزوجتي واولادي لان هم مستحمليني، لان تقريبا بره البيت كلنا مش انت لوحدك. فطبعا طبعا شكر خاص طبعا للعيبه لان هم بصراحه يعني يتحملوا فوق طاقتهم وما زالوا يتحملوا عشان يحققوا حلم هم عايزين يحققوه. وطبعا اداره النادي لازم نشكرهم على المحاولات اللي هم بيعملوها عشان يوفروا دعم للولاد على قد ما يقدروا. ان شاء الله كابتن. طبعا احنا بنشكر اللعيبه برضو وبنشكر الجهاز الفني وبنشكر الاداره على نموذج يعني جيد جدا، لان في انديه امكانياتها ما فيش وقعت بالفعل، ولكن انتوا في ترتيب متقدم. ان شاء الله يكون كل التوفيق والامل باذن الله. في ختام هذه الفقره بشكر ضيوفي الكرام الكابتن عظيم احمد المدير الفني للفريق الاول بنادي شباب الضبع، شكرا جزيلا كابتن عظيم. وبشكر الكابتن ياسر عبد الفتاح طبعا المسؤول عن اصابات الملاعب بنادي شباب الضبع الفريق الاول، شكرا جزيلا كابتن ياسر. هنطلع لفاصل ونستقبل برعمين جيدين من براعم نادي، واحد من نادي الزرق وواحد من نادي الاسكندريه. طبعا برعمين مميزين وان شاء الله باذن الله نلتقي بهم حالا باذن الله. الإعلامي كابتن أحمد فواز، يسعدنا من مركز شباب 6 أكتوبر أو منتدى شباب 6 أكتوبر يكون معانا الكابتن مجدي رشوان مدير فني أكاديمية نجوم. مساء الخير كابتن. أهلا وسهلا بيك كابتن، شرفتونا ونورتونا، ومتشكر لكابتن أحمد على اليوم الجميل والإضافة الجميلة اللي هو جاي يعني يضيفها لنا في المكان ده. احنا دايما متعودينه من كابتن احمد فواز، دايما هو بيساند كل براعم ونجوم مصر الحمد لله، وده الفرع الثاني لينا بفضل الله سبحانه وتعالى. نجوم مصر ان شاء الله كابتن، احنا بدينا فرع الحمد لله كان بدايته في منشئه البكاري تحت الحمد لله رب العالمين، يعتبر جيزه هرم فيصل كل المحتوى ده معانا ان شاء الله. عملنا اسم كويس، كان فيه مصداقيه واخلاص الحمد لله رب العالمين، قدرنا ناخد اول جيزه وقاهره كبرى الحمد لله على اكاديميات مصر كلها كدوريات يعني. بعد كده ربنا كرمنا وارتقينا وبينا ان شاء الله باذن الله اول يعني ده تاني فرع لينا بفضل الله سبحانه وتعالى في 6 اكتوبر وان شاء الله. الحمد لله عندنا دلوقتي عناصر كويسه جدا وعناصر كتيره تفيد الفرقه، وان شاء الله داخلين قطاع باذن الله السنه دي، وفي شغل بيتعمل مع اللعيبه
الحمد لله. هم مميزين هنا الحمد لله، يعني الحراس هنا مستويات عالية، وعندنا حراس تلعب في الممتاز، وعندنا حراس لسه بنجهزها للفترة اللي جاية للموسم بتاع 2021. والله مش هقول كلام كتير غير اللي كابتن أحمد قاله، احنا عندنا حراس كاميرا كويسين، عندنا كريم جون كويس جدا، عندنا كابتن مصطفى.